حياتكم. اولا يا ابو فهد استريحوا. شمون الريحه يا جماعه؟ نسمع الريحه. نسمع الريحه. طبعا هذا مشروع بسيط جدا ما شاء الله، بس انه يحتاج وقفه ويحتاج شغل صح. مثل ما قلت لكم هذا تعبت فيه تعب مده تقريبا. خذ راحتك يا حبيبي، كل واحد يقع بال هذا. تعبت فيه تعب بس، وما بديت فيه الا بإتقان. طبعا مشروع بسيط جدا اللي هو عباره عن برجر وسلطات. طبعا الخلطه خاصه شباب سعوديين. الخلطه تشتريها انا بس. ايه سامي يا حبيبي شفت شلون؟ اوه سلامات. انا من يوم هذا من اخطر الشغلات النخاله ذي. النخاله شوف النخاله بس نغزتني نغز على طول صار دم. دن الشباب كلهم سعوديين. التحضير اللحم والدجاج والسلطات كله بالبيت، ما في شغل برا، كله بالبيت. اجهزه انا والوالد ولا احد. حلو. نجهزه الظهر والعصر ونطلع بالليل. حلو. تمام. حلو. طبعا تشوفون الشكل والديزاين. ايه. هذه له فكره شكل جميل. والسجن ايش سالفه؟ ايه. كثير من الناس يوقف يقول وش السالفه. بعضهم ما يدري انه فود تراك قاعد يجهز مطعم. اذا قفلنا البيبان يحسبونه يخافون. عرفت؟ فود تراك يعني السياره الطعام. سياره متنقله. سياره متنقله سياره طعام. طبعا اسمه ذا كيج اللي هو برجر القفص. وش الفكره؟ قبل سم في لوحه مكتوب اولا ظبطنا ظبطنا البرجر. فكره المشروع قبل شهرين او ثلاث شهور سوينا حمله، طلعنا 100 سجين من السجن كل عليهم مديون. طبعا الحمله هذه تبع لجنه التراحم، تبع رابط التواصل الاجتماعي بالقصيم، تبع امير القصيم. ما شاء الله تبارك. طلعنا 100 سجين عليهم مديون بليله واحده. ما شاء الله تبارك. بعدين فكرت طبعا الفود ترك كثير الله يرزقنا وياهم جميعا، بس لازم تتميز بينهم. السجن طبعا هذا واحد مسجون ويعطيك عبارات حلوه، كل يوم نغير. في واحد مسجون ورا، المسجون هذا ورا الفكره كامله. طبعا لوجو هو، بس الفكره بمجرد ما تجي تشتري من عندي كل نهايه شهر في نسبه معينه تروح للجنه التراحم هذه حقت السجناء. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. هذه صدقه عن وعن والديني. عيدها عيدها. اذا جيت تشتري الوجبه ب 20 ريال تمام، اخر الشهر في نسبه معينه متفق انا واللجنه اخذه واعطيهم اياه، يجمعونه ويطلعون سجين فيها. العائد الشهري نهايه كل شهر، كل شهر نسبه معينه تطلع للجنه هذه. اللجنه ما شاء الله. طبعا كلمتهم. صاحب مشروع سوى كذا انتهى الفقر. في ناس عليهم 4000، في ناس عليهم 5000 ريال. انا وقفت على اوراقهم 5000 ريال وله 3 شهور 4 شهور مسجون. فممكن انا اطلع 5 لهم، ممكن اطلع 6، ممكن اطلع 10000 اطلع بسجين هذه. ودي الشباب يفتحون بس شويه عشان برضه ياخذ زوم على ويفتحوا له بس شويه. ايوه حتى انت بلا بشت بلا. ممكن 5000 اطلع، ممكن 10000. النسبه المحدده معهم تروح للجنه الجمعيه هذه او اللجنه، ممكن هذه فلوس تطلع فيها سجين. طبعا الفكر كامل لاني انا جربت الشيء هذا. بنفس اليوم بعد ما طلعنا سجين جاء هو وامه. والله العظيم يا جماعه لو تشوفون كيف شعور امه وهي مبسوطه وتصيح يا شيخ والله انت تدفع اللي برصيدك كله عشان تطلع. لا فعلى طول طبعا انا راس من فكره كامله. يوم خلصنا اللجنه هذه الحمله كنسلتها كامله وطلعت بالفكره البسيطه هذه. طبعا الشباب كلهم متعاونين، حتى من رواتبهم ذول كلهم ياخذون رواتب، حتى من رواتبهم راح تروح للجنه هذه ونطلع سجين. فمجرد انت ما تجي وتاكل بيض الله تساهم، بس احسن النيه. ما شاء الله. كلمنا بيض الله وجهك هذا الهدف الاجتماعي والهدف التجاري معروف. الان كلمنا عن اللي موجود، نوع واحد من همبرجر بس. طبعا عندنا برجر واحد. في شخص ودي اشكره اللي هو جلال زهراني. ساعدنا كثير بهالمشروع. ان شاء الله خير. هو سباك ونفس الخلطه البسيطه من رغم عنده. رغم ان جلال ترى وش تخصصه برجر، ما قال بينافسني. لا رحبي وترى الصوص والبهارات من عنده. وقلت له والله لو يجين من يجين راح اذكر اسمك انه الصوص والبهارات من عنده. ليش؟ لانه تميز بالشيء هذا. بيض الله وجهه. برضه متخصص في الموضوع ذا اتوقع من كم جدا سنه ما شاء الله. يوم قلت له عن الفكره كامله انه ما احسده. صح بالعكس ابدا احسنت والله العظيم. انه هو يدق علي يقول ايش صار عليك وانا جهز السياره، ايش صار عليك وايش صار عليك.
انا افتح لعبد الله افتح الناس انا لما افتح له نفس مشروعي ترى مو بلازم انه انا اخافي نفسا بالعكس بيفتح له ربي ابواب الخير يمكن الله يرزق المشروعي هذا بسبب اني ساعدته نعم. بيض الله طبعا عندنا برجر لحم عندنا برجر دجاج عندنا سلطات لان اخوي راعي نادي فاخويا يقول نظبطنا بالسلطات حلو طبعا السلطات كلها ذكيج خلطه خاصه واتس ذكيج كيف 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 ذكيج سلطات ذكيج واتس ذكيج اسم طيب. لازم ندرب اتحدى اتحدى اذا ما انت برضه اكلت المقلب ذا احنا نقول ذكيج ايش يعني سلطه ذكيج طيب يمكن سيزر معناها بالعربي فن العرب ولا وش فن العرب لا هذا الشخص اللي مجهز هذا المحل واشكر الشخص هذا على فكره يوم عرف عن الفكره فن العرب هذا موجود بعنيزي يوم درى عن الفكره ترى اعطانا اللوح مجانيه ما شاء الله الحين متى بناكل؟ جاهزين يا شباب جاهزين عندي بنجرب السرعه عندي مداخله برجر القفص بنجرب السرعه طبعا لو تشوف الصوره اللي وراه واحد يلا جوع عندك العباره هذه قال ايش قال دايت ايش ايش انا اجي ايوه مسوي دايت حلو بمجرد ما توقف هنا عندي انسى الدايت لانك راح تاكل اكل لذيذ ايوه طيب هنا مكتوب دايت ها هنا مكتوب دايت اي دايت يعني ما في لا في دايت سلطات سام اقول اول شيء بيض الله وجهك المشروع استفدنا طيب انت كل يوم في حي ولا في حي ثابت انا بالقصيم الحين كل يوم بالمحافظ راح اكون موجود طبعا المشروع صار له 5 ايام بس ما شاء الله ما شاء الله كل يوم اروح اي وانا اشتغل بنفسي انا الصاجه هذه لعبتي وهذا راح ما خلي تعجل علينا ريح انشعه اعطونا الجاهز خلاص الريح يا رجال خلوه يقطر صوص تكفون يا سلام سلام بيض الله وجهك سلام ولا يسلم ودي العجال الرزق واجد يا جماعه الرزق واجد الرزق واجد ابو نبي لحم ترى ما كلها سامع حبيبي يلا ما شاء الله ظبط ظبط ظبطهم ايوه الله يقاطر بس ابو فهد صدقه صدقه هذه مجهزينها ولا تو الان الحين مجهزينها والله ها شوفوا والله الصاج شغاله ممكن ادخل لهم سلام بيض الله وجهك تدخل لهم وتطبخ بعد منيف يا حفله نقول الله ما له صحه نقول الله مصيبه نافعه شوف اعطون واحده يا عيال ما له ما له صحه مطر رجل عيال ها ما له ما له صحه ايه ايوه ما لنا شغل في الصحه مره 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 كل واستمتع الحياه مره واحده يا جماعه فنان والله في دجاج ما تاكل لحم انا جالس عشان كذا صدقني انه مطعم والله ما تاكل لحم والله ها ايه عندي دبس الرمان اشرف لا ايه ايه موجود السلام عليكم لا شباب عط عط لا تذكرني شرا دجاج دجاج ترتله ما في في شيء عطني يا منيف يا محمد يا طلع البروق من المايك عندي سام هذا سام في انا ملاحظ رمان ايه رمان اقول هذه وجبه اللحم هديه خاصه جدا جدا دبس الرمان هديه خاصه مين ماخذ يا عيال وين هديه منيف دجاج دجاج هديه منيف وين دجاج عطني دجاج انا ترى انا ما اخذت ترى خدته؟ انا ما اخذته هديه وين ناصر؟ يرضيك والله ما اخذت سمع يا حبيبي دجاج بس بس ما اكل لحم بيجي دجاج ذقع والله اني ما اكل ترفع لحم من طول ما عطوه عطوه بقلبك والله يا بطاطس الله يطول سمع حبيبي بطاطس ياكل دجاج بس اكل لحم خذ خذ هذه ابعد عني سعود نصيحه لا لا وراه لا لا دوري انا ابعد عني والله متوعد الشباب ولا جود مني اعرف شلون اسلم ابو باز والله ما عليك سم يا منيف وين هدية منيف؟ لحم على حسب طلب اللحم ما ابغى مثلا ما ابغى ايه تطلب اللي تبي سم اي اي عميس السؤال عطنا عشبه في خطه عندك انه بتوسع هدية منيف وين؟ هدية منيف وين؟ طبعا ابو فزاع هلا الصوره هذه راح تخطيطي راح تكون علامه تجاريه بالمستقبل ان شاء الله ما شاء الله يعني ما راح اوقف على السياره هذه راح نفتح مطاعم راح نتوسع اذا الله وفقنا ان شاء الله طيب سؤال بسيط ليه ما خليت السجين يلبس شماغ كنت بخربه بلبس عمامه بس ما يصلح شلون كذا عليك ابو غربي ها والله لا ابو غربي والله بالله واحد شيء دجاج بالله والله شلون ما شاء الله بالعافيه الله يعافيك ابو نو بس الفكر معي انا تفضل تفضل بلا مجامله وترى ذمتي اغلى اغلى منك عندي الصدق ها والله العظيم شغل هش وطري ولذيذ اسمع سعود بكل صراحه
يبغالك شغله واحده عشان تعرف اني جالس انتقد صحيح. ايه ابد. يبغالك شغله واحده وخلي الشباب يسمعون القضيه هذه. يا عيال ما في. تعالوا تعالوا تعالوا. اللي يضبط البرجر يبغاله شغله واحده. ايه. يبغاله يكبسها بزياده. زين عشان يكون استواءها اللي برا زي اللي داخل. كل ما اعطيت البرجر ذا كل ما كبسته زياده اعطاك بس الخبز الجبن اللي فيها الخس ما شاء الله تبارك الله. بالعافيه يا حبيبي. هشه ولذيذه. حطها في مايكروويف. يا شباب لا تكثرون يا شباب بس ثلاثة يا حاره شباب لا تكثرون كل واحد ياكل ثلاثة أربعة لا تكثرون ترى في ذبيحتين بس واللي ما سمع قلبي انا شفت كذا فوت رك وقفت عليه وعلى منيف يا حبيبي يا منيف الله يسعدك وين هديه هدية منيف وين يا منيف طيب معاه وخلي تكلم هنا تمام عندي هديه اول فوت رك اشوفه العوائد بعض الماليه تروح لجمعيه خيريه هذا اول شيء الله يسعدك ثاني شيء حقيقة البرجر جدا لذيذ 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 جميل جميل أول برجر لحم صراحة أحس إنه لذيذ بس خليك تبدأ يعتبر دايت يا أخي ما في ليش أنا خليته خفيفة؟ إيه عشان ما تثقع بطني لا يا بس والله بطاطس مرة حلوة استمتع بالأكل بس ما تصور روح والله في برجر أكل لا يا شيخ أقعد يوم ما يا صديق عشان ياكل اثنين ثلاثة أربعة عشان يشبع طبعا في عندنا سناب هنا عندنا سناب هنا كل يوم نعلن وين راح نكون موجودين حلو وترى عندنا مشاركات بالرياض عندنا مشاركات بالخارج تعال الله يحييك وبجدة انا جهزت السيارة كاملة هذه يا الله يا رب انا جهزت السيارة هذه كاملة ما عليك جهزت السيارة كاملة وشغالة كاملة عشان تنقل بأي مكان ابي روعة صراحة يا شباب اضيفونا ها ابشر بس على ايه في رمان خلطة الرمان جوالي مو معي يلا تعالوا اضيف تعالوا صوتك ماشي يا ولد اسمع 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 سعود يا الاخر ذا عني خلاص والله عظيم سامي حبيبي ما في خاطري ما في خاطري اضافة صديق مو بس انت نزل سناب خلي الجميع يضيف شكرا يا حبيبي يا بعد فكوا 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 محجوب خلاص بهم علي بهم ترعات عطني مترع وانا وين مع عميلك يا منيف نيف وين عطوهم عطن ذا ايه نيف وين حق الدايت عصير الدايت عطوهم عميلك وقت وقت ما شفتك لفوا ماي كاد ماي كاد تعال راش تعال تعال تك 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 اوريك عطى عطى اوريك اوريك الذي تعال يا عيال والله بتمرضون من تعال يا منيف منيف اركضوا عطوهم عطوهم يستاهلون عطوهم مشروب الدايت واحد عسير اصفر بيض الله وجهك والله العظيم خالد خالد تبي زيهم اي والله بس اقول لك شيء خالد يا سعود فهد كثر الله خيرك صح وعافية حبيبي كثر الله خيرك يا ابو فهد بيض وجه كثر الله خيرك يا ابو فهد صحة لا انت لا انت يا بعد روح سامح يا حبيبي محمد ان شاء الله يقول تايط علي يا ابوي بعد اربع ايام تايط علي